بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ورود نداء استغاثة من أهالي هذا المخيم والقائمين عليه إلى مكتب المرجعية العليا بمساعدة النازحين في ظروف البرد، وجه مكتب المرجعية لجنة الإغاثة بجلب مساعدات على هيئة بطانيات إلى النازحين، نازحي عاملية الفلوجة. والحمد لله اليوم بعد عناء السفر وصلنا إلى هذا المخيم وتمت عملية التوزيع على العوائل المحتاجة، وإن شاء الله تعالى هذا الأمر لعله يخفف بعض أو جزء من معاناة النازحين إلى أن تنتهي هذه المعاناة بإذن الله تعالى. شابخ منا الجبين يفتدي الحق بدم، نحن أجيال الحسين قد توارثنا القيم. شابخ منا الجبين يفتدي الحق بدم، نحن أجيال الحسين قد توارثنا القيم. شابخ منا الجبين نفتدي الحق بدم. احنا نشكر السيد علي السيستاني ونشكر المرجعية وجزاهم الله خير، وساعدوا اخوانهم يعني بالشتاء، وفعلا الجو بارد ومستحقين يعني صوبات، مستحقين بطانيات، لان بالخيم والله والخيم يعني باردة. وجزاكم الله خير ونشكركم، ولا تنسون أهلكم وأخوانكم، وبارك الله بكم. تسل عنا ربانا فهي سوح للفداء، رسمت فيها دمانا صورة من كربلاء. دمعنا فيض حنين، ندبنا لحن وفاء. شعبنا حتى الجنين فخره عطر الولاء. أجيال الحسين قد توارثنا القيم، شامخ منا الجبين نفتدي الحق. نتقدم بالشكر والامتنان إلى مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف دام الله ظله لتقديم المساعدات لأهلنا النازحين في مخيمات بزيبز، وكما عهدناهم سباقين لهذه المبادرة منذ 2015 لحد هذه الدقيقة لم يتخلوا عن أهلهم النازحين. نشكر كل من سعى في هذا الأمر، ونشكر الذين سعوا في هذه المعونة لأهلنا النازحين في ظل انخفاض درجات الحرارة، وهم يفتقرون إلى أبسط مقاومة الحياة من مأكل ومشرب، ونأمل من عندهم المزيد من العطاء وتقديم المساعدات لأهلهم النازحين في هذه المخيمات. مخيمات بزيبز النازحين أتتنا غافلة من السيد علي السيستاني حفظ الله ودام ظله، وذلك لرفته بنازحين جرف الصخر والعويسات، هذه المكرمة العظيمة التي بعثها لأهالي جرف الصخر. احنا نشكره ونشكر جهوده الطيبة لمراعاة شعور هاي الناس اللي مارين بظروف صعبة في جو صعب بارد وجو يعني تعب، ونحس لأن هاي الناس صارت 9 سنين في ظلام مبهم، لا حكومة تنفه لهم ولا غير، مع احتزازي المتبرعين والمنظمات واللي السيد حفظه الله ودام ظله اللي أبعث هذه المساعدات لأهالي جرف الصخر. احنا ندعو من الله أن يطول عمره وليدعمنا من المزيد من المزيد لأهالي هاي الناس اللي تعبانة، حالاتها تعبانة جدا.
نشكر المرجعية السيد علي السيستاني بجلب البطانيات والأفرشة في مخيمات بزيبز بتاريخ 12/1/2023 في مخيمات بزيبز من النازحين الجرف الصخر والوعاسات. ونشكر السيد علي السيستاني على هذه المبادرة ونطلب من عند المزيد وجزاه الله ألف خير ورحم الله والديه بارك الله فيه. احنا نشكر مكتب علي السيستاني على هاي المساعدات البطانيات ونشكر شكر الجزيل. واحنا هسه مخيمات هنا يعني محتاجين كثير امور، نفط ما عندنا، امورنا داتشة، وعندنا هسه مرضى هسه لو اشوفكم تروحون وياي، عندي مريض يعني مريض بالفراش نايم، جيم كبيره بالقرقه بهاي المطره ونايم بالفراش، ونتمنى من مكتب علي السيستاني ان يساعدها ويساعدنا ونتمنى منكم الخير ان شاء الله. أنا نازح من مخيمات بزيبز، نشكر السيد السيستاني على هالبطانيات اللي جاب لنا إياها ورحم الله والدي وما قصر ويانا، وإن شاء الله ميزانات حسناته وما قصر ويانا وصلنا ذا البطانيات وإن شاء الله الله يحفظه ويستره. نشكر سماحة السيد علي السيستاني دام ظله والمرجعية العليا على تقديم المساعدات إلى أهلنا النازحين في مخيمات عمرية الصمود في هذا الجو البارد، ونشكر من عد نشكر نشكرهم على هذه الخدمة الذي وفروها وقدموها إلى أهلهم النازحين، ونطلب منهم المزيد من غموات غذائية ونفط وصوبات لأن هذا الجو بارد ودرجة البرودة به تنزل ما تحت الصفر الجماد يعني، ونشكرهم وجزاهم الله خير ونطلب منهم المزيد من الدعم لأهلهم النازحين في مخيمات النزوح. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم جزيل الشكر للمكتب الأعلى للسيد السيستاني على تقديم المساعدات والدعم للمهجرين جماعة جرف الصخر والعواسات، وخصوصا بهذا الأجواء الجو البارد والأمطار الكثيرة التي سقطت عليهم، فهم في حالة يرثى لها، فهم في حالة صعبة، الأمطار تساقط والبرودة وعدم تقديم أي مساعدات لهم من ضمن الحكومة العراقية، قليلة المساعدات والمنظمات بدأت في القلة وضعفت ولم تقدم أي معونة جيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المرحلة الثانية من توزيع المساعدات اللي مرسلة من مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف عن طريق لجنة الإغاثة. الآن احنا في عملية الفلوجة، يعني أكملنا مخيم بزيبز والآن انتقلنا لهذه المرحلة إن شاء الله الحمد لله، تقريبا يعني إذا الله شاء أنه نغطي العوائل، بقى عندنا كمية ننتقل إلى مرحلة ثالثة إن شاء الله حتى نغطي العوائل المحتاجة إن شاء الله، وهذا العمل مستمر والكل إن شاء الله مشمول بالرعاية الأبوية من لدن المرجعية العليا النازحين وغيره في أي مكان إن شاء الله.